أدانت عمدة بلدية تنجمينا مريم جمعة عبيد الحادث المروري المرويع الذي وقع بصنية الاتحاد، وأكدت العمدة بأن من قاموا بهذا الفعل سيدفعون غرامة مالية عقابا لأعمالهم التي وصفتها بالوحشية أو كل من يقوم بإتلاف الشارع العام. أمس في الليل لخيت اليوم فجر يوم 9/2/2017 ثلاثة أكسيدان كانوا في رون بوين دي لينيون، ولا أكسيدان دول دالي رون بوين دي تلفو مرة واحد كسروا، والأكسيدان دا بجو بزيود في الأكسيدان الآخر الببقى بكسر أي شيء القائد في رون بوين والأمايت هنا النار كله قاعد بيكسروا. وفي الكومين دي لافيل دي جامينا عندنا التكس نيميرو 048 التكس ده شالو من 2010 بس طبخينا مشكلة. أين قلنا من هنا يا قدام التكس ده يطبخ. التكس بقول شنو؟ بقول أي نادم كسر شغل هنا ميري مشل الأمايت هنا النار ومثل الروم بوين وأي أشياء آخر الميري قايد بيسويه في الشوارع ونادم كسره، قال إن ده فوق حكم. الحكم ده بيمشي من 3 شهر هنا داناي ويكفي الشيء الكسره ده يكفي قدرته أو دبل هجة. ده التكس قاله ولازم يطبخ. الروم بوين الأمس كسره ده الميري بدا بنا في 8 أوت انفستيتور هنا بريزيدان ده بس الروم بوين ده ان بنا وهسه مثل ما شاهدتوا شفتوا الاكسيدان اليوم فجر الصباح كان ده بطان كله للروم بوين ده كسره. أنا قلنا من هنا يا قدام الشيء ده ما نسمه لي ده. قلت الجندرميري ناسيونال والبوليس ناسيونال والبوليس مينيسيبال اي واحد يسوي خدمته عشان نادم كان كسر الاشياء ده يقربوا والتكس ده يطبخ فوقه. قلت شيء واحد في الكومين دي لافيل دي جمينا شيء كبير لو ما هلو والشيء ده غايب ببقى الوتاير ولا الموتيات كان مثل كسروا الروم بوين ولا كسروا اشياء اخر انا في الشوارع ده الوتاير ده غايب بتلقوم بدون اذن على الميري يعني ما كفوا بس قايب بتلقوم. أين الشيء ده بتان مني يا قدام ما نسمه ليه.